في المكان الذي تنصب فيه شجرة الميلاد الرسمية في كل عام يأتي هذا العام مختلفا، حيث تنصب هنا في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد شجرة أسميت بالشجرة الطيبة أو شجرة غزة. صانعي هذه الشجرة يقولون بأنه الدلالات هي ليس وإن كان يعني واضحا حجم الدمار وحجم رمزية جثث الأطفال من الدمى، لكن الدلالة الأكبر ربما هي على الانتصار الذي حقق وتحقق ويحقق في غزة، من دلالة يرمز بها بأن هذه الشجرة هي صنعت من سعف النخيل وهي دليل على شموخ غزة وصمودها في عام 2023. وأيضا هم يطلقون الدعوات لأن يكون يثبت جذور هذا النصر في عام 2024. وأيضا ثمة دلالة رمزية أخرى للانتصار هي المثلث الأحمر الذي يكون في هذه الشجرة مع خارطة فلسطين التي تحتضن هذه الشجرة. وأيضا هناك مجسم للقدس الشريف هو تضامن للعراقيين مع غزة، ولا ننسى بأنه نقول بأنه أيضا ثمة طوائف أخرى رئيسية كالمسيحيين الذين أوقفوا أعيادهم تضامنا مع غزة منذ قبل بداية عام 2024. وهذا هو الوضع في العاصمة بغداد. من بغداد الفقار الشريف الغد.